بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلبة الشهادة الثانوية الصف الثالث القسم العلمي في مادة اللغة العربية. الآن سنتناول بإذن الله نائب الفاعل، تعريفه وحكمه وكذلك أسبابه. نائب الفاعل من اسمه نتلمس بعض الأشياء. نائب عن الفاعل بمعنى أن الفاعل قد رحل أو غادر الجملة الفعلية متجها أو مسافرا إلى مكان ما وترك محله شاغرا، فلابد أن يشغله أحد، لأن الفاعل كما ذكرنا هو جزء مهم وركن مهم من الجملة الفعلية. وكما ذكرنا أن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل، فعندما يغيب الفاعل وهو جزء مهم لا يمكن الاستغناء عنه، كما قلنا لابد للفعل من فاعل، في تلك اللحظة لابد من أن يدخل أو تدخل كلمة أخرى لتشغل هذا المنصب ريثما يعود الفاعل من سفره. فإذا نائب الفاعل مثلما في بعض المدارس عندما يذهب المدير فيحل بعده من؟ نائب المدير، يقوم بصلاحيات المدير نفسها في الأمر والنهي. إذن ندخل بعض الجمل حتى نتكلم ويتضح لدينا نائب الفاعل. قرأ أحمد الكتاب. قرأ فعل ماض، أحمد فاعل، والكتاب مفعول به. هذه الجملة مبنية للمعلوم، بمعنى ماذا؟ أن الفاعل معلوم، أن الفاعل معلوم وهو أحمد، هو الذي قام بالقراءة. يحترم الناس أو يحترم الناس، هذه ضمة، يحترم الناس ذا الخلق الطيب. يحترم فعل، فعل مضارع، الناس فاعل، ذا مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والخلق مضاف إليه، والطيب صفة للخلق. المثال الثالث، أكرم والدي الضيفين. أكرم فعل ماض، ووالدي ماذا؟ هو الفاعل، هو الذي قام بماذا؟ بالإكرام، فاعل. والضيفين ماذا؟ مفعول به، اتجه نحوهم، كرم والدي. المثال الرابع، استقبل الجرحى الزائرين. استقبل فعل ماض، الجرحى هو الفاعل، والزائرين هم من؟ المفعول به. هذه جمل مبنية للمعلوم، بمعنى علمنا من هو الذي قام بالفعل. هنا قام بالفعل أحمد، هنا قام بالفعل الناس، هنا قام بالفعل والدي، هنا قام بالفعل ماذا؟ الجرحى. نأتي إلى البناء المجهول في الجملة الأولى، قرأ أحمد الكتاب، نقول ماذا؟ قرئ الكتاب، لا نعرف من قرأه. ها هنا قرئ الكتاب، فقرئ تعرب فعل ماض مبني على الفتح، مبني على المجهول، الكتاب نائب فاعل، الكتاب نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ماذا كانت تعرب الكتاب سابقا؟ كانت تعرب ماذا؟ مفعولا، تعرب مفعولا به، ولكن أحمد غادر وهو الفاعل فحل محله من؟ المفعول به، وأصبحت الكتاب هنا نائب فاعل، يعني تشغل منصب الفاعل، ولكنها ليست الفاعلة، إنما حلت محل الفاعل، لذلك تعرب نائب الفاعل. أيضا المثال الثاني، يحترم الناس ذا الخلق الطيب، هذا مبني المعلوم. بناء المجهول سوف نحذف الفاعل وهو الناس، نقول يحترم، هنا ضمة على الميم، يحترم ذو الخلق الطيب، يحترم ذو الخلق الطيب. ذو هنا كانت مفعولا به، هنا أصبحت نائب فاعل، نائب فاعل، لأن الفاعل غادر وذهب فحلت مكانه. أيضا في المثال الثالث، أكرم والدي الضيفين. أكرم والدي الضيفين، نريد أن نبني هذه الجملة للمجهول، نقول
أكرم الضيفان. أكرم الضيفان، أكرم فعل ماض وهو مبني للمجهول، الضيفان فاعل نائب فاعل، نأسف نائب فاعل، مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الألف، لأنه مثنى. الضيفين هنا كان مفعولا به، هنا أصبح نائب فاعل. لماذا؟ لأن الفعل هنا بني للمجهول فغادر الفاعل، فماذا؟ اضطررنا إلى جعل المفعول به يحل محل الفاعل، وأعطيناه اسم ماذا؟ نائب فاعل. مثال رابع، استقبل الجرحى الزائرين، مبني المعلوم، والمبني المجهول ماذا نقول؟ استقبل الزائرون، استقبل الزائرون، استقبل فعل ماض مبني على الفتح ومبني على المجهول، الزائرون ماذا؟ نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذن هنا لاحظنا كيف الجملة تكون مبنية للمعلوم ثم تتحول إلى ماذا؟ مبنية للمجهول. ما الذي تغير بين المعلوم والمجهول؟ أن المعلوم بني، أن الفعل تغير بناء الفعل، قرأ أصبحت قرئ، يحترم أصبحت يحترم، الفعل أكرم هنا أصبح ماذا؟ أكرم، الفعل هنا استقبل أصبحت استقبل. إذن لنغير الجملة من البناء للمجهول إلى البناء البناء للمعلوم للمجهول، نغير بداية منه الفعل. أيضا شيء آخر وهو حذف الفاعل في هذه الجملة، عندما نقلنا من المعلوم إلى المجهول حذفنا الفاعل وهو أحمد لم يكن موجودا، هنا الفاعل كان الناس حذف هنا، والدي حذف هنا، الجرحى حذف ها هنا. إذن أول تغيير نغير في الفعل، ثاني تغيير نحذف الفاعل، الثالث تغيير أن نجعل المفعول به ماذا؟ نائب فاعل. الكتابة أصبح الكتاب، ذا أصبحت ذو، الضيفين أصبحت الضيفان، الزائرين أصبحت ماذا؟ الزائرون. إذن التغيير حدث في الفعل ثم في الفاعل ثم في ماذا؟ في المفعول، في المفعول به. الخلاصة من هذه الفقرة، نائب الفاعل اسم يقع بعد فعل مبني للمجهول. إذن نائب الفاعل لا يأتي بعد فعل مبني للمعلوم، إنما يأتي بعد فعل مبني لماذا؟ للمجهول، بعد أن يكون الفاعل ذهب فأصبحت أصبح الفعل موجود ولكن الفاعل غير موجود، فنأتي بالمفعول به ليشغل منصب الفاعل ويعرب نائب فاعل ويحل محل الفاعل ويأخذ ماذا؟ حكمه. ما هو الحكم الذي يأخذ؟ وهو الرفع، وهو الرفع، لأن الفاعل مرفوع، فعندما جاء المفعول به المنصوب وأخذ مكان الفاعل فيكون هذا المفعول به يعرب ماذا؟ نائب فاعل مرفوع، نائب فاعل مرفوع. إذن النائب فاعل هو اسم ليس فعل ولا حرف يقع بعد فعل مبني للمجهول، ماذا يفعل؟ يحل محل الفاعل ويأخذ حكمه وهو الرفع، وهو الرفع. النقطة الثانية، يجب رفع نائب فاعل، يعني يجب أن يكون نائب فاعل مرفوع، بمعنى نقول نائب فاعل مرفوع، نائب فاعل مرفوع، وأيضا تأخيره عن الفعل المبني للمجهول، وتأخيره عن الفعل المبني للمجهول، لا يتقدم الفعل الفاعل كما كان في المعلوم لا يتقدمه، أيضا في المجهول لا يجب عليه أن يتقدم. النقطة الثالثة، يسمى الفعل المبني للمعلوم مبنيا للفاعل، مثلما قرأ أحمد الكتاب، هذه جملة مبنية لماذا؟ للمعلوم. لماذا مبنية للمعلوم؟ لأن الفاعل موجود فهي مبنية للفاعل، بنيت هذه الجملة للفاعل فلذلك تكون مبنية للمعلوم. إذا أصبحت مبنية للمجهول نقول مبنية لماذا؟
للمفعول، لأن المفعول حل محل الفاعل وأصبح نائب فاعل، فلذلك الجملة مبنية للمجهول ومبنية لماذا؟ للمفعول. إذن يسمى الفعل المبني للمعلوم مبنيا للفاعل، ويسمى الفعل المبني للمجهول مبنيا لماذا؟ للمفعول. هذه باختصار عن ماذا؟ عن نائب الفاعل. لابد أن نتذكر أنه يحل محل الفاعل عندما الفاعل يذهب، وغالبا ما يكون هذا نائب فاعل هو من؟ هو المفعول به. نأتي إلى أغراض بناء الفعل للمجهول. ما يعني، ماذا تعني أغراض بناء الفعل؟ ما هي أسباب بناء للمجهول؟ لماذا اضطررنا أن نجعل هذه الجملة مبنية للمجهول؟ المبنية للمعلوم أصبحت مبنية للمجهول. ما الأسباب وراء أن نجعل الجملة أو نجعل الفعل المبني للمعلوم مبنية للمجهول؟ هذا ما سوف يعالجه هذا الدرس، لماذا أو ما الأسباب وراء ذلك. نأخذ المثال الأول: يشاع انتشار الحشرات الضارة. يشاع انتشار الحشرات الضارة، هنا الفعل مبني للمجهول، يشاع انتشار نائب فاعل، يشاع فعل ماضي فعل مضارع، انتشار نائب فاعل وهو مضاف، والحشرات مضاف إليه، والضارة صفة للحشرات. لو أردنا رجعها إلى المبني المعلوم فإننا نقول يشيع أو تشيع القناة الفضائية انتشار الحشرات، فهنا أوجدنا من؟ أوجدنا الفاعل. في هذه الجملة يشاع انتشار الحشرات الضارة كتب ماذا؟ حذف الفاعل، وحل محله ماذا؟ المفعول به وهو انتشار، وأصبح انتشار ماذا تعرب؟ كانت تعرب مفعولا به، أصبحت تعرب نائب فاعل، نائب فاعل مرفوعا. لماذا؟ لعدم معرفة المتكلم بصاحب الإشاعة. فمن الذي أشاع هذا الخبر؟ لا نعرف، قد تكون قناة فضائية، قد تكون شخص، فلا نعرف من هو الذي أشاع هذا الخبر، لذلك فهو عدم معرفة المتكلم. الشخص الذي قال لك يشاع انتشار حشرات لا يعرف من الذي ماذا أذاع أو أشاع هذا الخبر، لذلك بنى هذا الفعل للمجهول، فهو يجهل الفاعل جهلا ماذا تاما، لذلك بنى الفعل أو بنى الفعل للمجهول حتى لا نعلم من هو الفاعل، لأن من قال لنا ذلك يجهل ذلك. المثال الثاني: نقل إلي ذمك لقصيدتي. قد تقولها لشخص أمامك، تقول له لقد نقل إلي ذمك لقصيدتي. لا تريد أن تذكر هنا من الذي نقل هذا الكلام إليك حتى بحته للشخص الذي أمامك، فهنا أنت حذفت الفاعل. لا تريد نقل فلان إلي ذمك لقصيدتي، فحذفت فلان وحل محله المفعول به وهو كلمة ذمك. نقل فلان ذمك إلي، وأصبحت كلمة ذمك أو ذمك الآن أصبحت نائب فاعل لأغراض نفسية تتعلق بالنفس الإنسانية، مثل الخوف، الخوف على الفاعل، عن الشخص الذي ذكرته فلان، خوف عليه ممن؟ من الشخص الذي تخاطبه، قد ماذا؟ قد يعنفه وغيره من الأفعال، أو الخوف منه، خوف عليه على الشخص، هذا الشخص، أو ماذا؟ أو تجنب عتابه. حتى ماذا معنى تجنب العتاب؟ العتاب هو اللوم. تخاف عندما تقول نقل فلان ذمك إلى قصيدتي، فتخاف أن هذا الشخص يلوم ويعاتب الشخص الذي بلغك بذلك، فتجنب عتاب هذا الشخص الذي تخبره عن الشخص الذي أخبرك فيعاتبه ويلومه، فلماذا؟ لكي لا يتم هذا العتاب وهذا اللوم، فتبني الجملة أو تبني الفعل لماذا؟ للمجهول، وتحذف الفاعل وتجعل المفعول به في السابق أصبح نائب فاعل، فتقول نقل إلي ذمك لقصيدتي. رقم ثلاثة: خلق الإنسان من طين. خلق فعل ماض
فعل مبني للمجهول، الإنسان نائب فاعل، من حرف جر، طين اسم مجرور. حذف الفاعل، هنا كان مكانه الفاعل، وحل محله المفعول به الإنسان، وهو معروف من هو الذي خلق الإنسان، هو الله، فهنا لم يذكر لفظ الجلالة وأصبح نائب فاعل للعلم به بالفاعل، نعلم من هو الذي خلق ولكن لم نذكره. والخالق معلوم، الخالق الذي خلق الإنسان معلوم ولكن لم نذكره هنا، لماذا؟ للعلم به، نعلمه جميعا، فلذلك ذكرنا نائب الفاعل أو المفعول به في السابق. النقطة الرابعة، أعلنت نتيجة المسابقة. أعلنت، أعلن فعل ماض مبني للمجهول، مبني للفتح، أعلنت، التاء تاء التأنيث، نتيجة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف والمسابقة مضاف إليه، لنعرف أو نتعرف لماذا بني الفعل المجهول في هذه الجملة. حذف الفاعل، ما هو الفاعل؟ ما إذا أردنا إرجاع هذه الجملة المبنية للمجهول إلى مبنية للمعلوم، فمن هو الفاعل في ظنكم؟ إنه أحد أعضاء المدرسة، قد يكون مدير مدرسة، قد يكون رئيس لجنة النظام والامتحانات، أو أحد المعلمين. نقول فرضا أعلن المدير نتيجة ماذا؟ المسابقة، أو أعلن إذا كانت امتحان، أو أعلن الرئيس رئيس اللجنة نتيجة المسابقة، ولكن ما يهمنا نحن هل هو من هو الذي أعلن أم تهمنا النتيجة بالأكثر؟ طبعا تهمنا النتيجة، فلذلك نقول أعلنت النتيجة. فحذف الفاعل وحل محله ماذا؟ المفعول به، وهي كلمة النتيجة، وأصبح نائب فاعل، هي كلمة نتيجة أصبحت نائب فاعل لعدم تعلق الغرض بذكره. بمعنى ماذا؟ يعني الغرض من قول هذا الكلام أنه لا يهمنا كثيرا من هو الفاعل، هل هو أستاذ، هل هو أحد أعضاء اللجنة المسابقة، لا يهمنا، ما يهمنا هو ماذا؟ ما هو الغرض الذي يريد؟ الغرض أنه تخبرني بأن النتيجة أعلنت، فلذلك لعدم تعلق الغرض بذكر الفاعل، فالفاعل لا نريد، لا يهمنا كثيرا، ما يهمنا هو من؟ هي النتيجة. تقول لي أعلنت النتيجة، أما إذا قلت لي أعلن رئيس المسابقة نتيجة المسابقة، لا يهمني من هو أعلن النتيجة، بل يهمني أن النتيجة أعلنت. فهنا ماذا؟ لعدم تعلق الغرض بذكره، أو لأن المفعول أهم في الذكر، المفعول اللي هو النتيجة، سابقا كانت النتيجة مفعول به، فهي أهم أن تذكره، أهم أن تذكر لي من هو قام بإعلان النتيجة. فإذا هنا الغرض من بناء الجملة للمجهول أو بناء الفعل المجهول هو عدم تعلق الغرض بذكره، والها هنا تعود على من؟ على الفاعل، لعدم تعلق الغرض بذكر الفاعل، فالفاعل لا يهمنا، فالأهم في الذكر وفي ما هو المكتوب هو ماذا؟ هي النتيجة. المثال الخامس، قال الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. لدينا الجملة هنا ماذا؟ ترد الودائع، ترد الودائع، بني الفعل للمجهول ترد، وحذف الفاعل، الشخص الذي يرد الودائع حذف، وجاء ماذا؟ فاعل، وجاءت مكانها كلمة الودائع، وحل المفعول به محل الفاعل، وهي كلمة ماذا؟ الودائع، وأصبحت كلمة الودائع ماذا تعرب؟ نائب فاعل لإظهار الموسيقى وتحقق الوزن. ما معنى إظهار الموسيقى وتحقق الوزن؟ هنا هذا الشطر الأول من البيت انتهى بعين مضمومة،
انتهى بعين مضمومة. فلو كان هذا مبني للمعلوم لأصبحت الودائع مفعولا به، وأصبحت الودائع بعين مفتوحة، العين هنا مفتوحة، ونريد نفس الوزن، ودائع ودائع، فاضطررنا إلى بناء المجهول حتى يتغير إعراب الودائع من مفعول به إلى نائب فاعل، وعندما يكون نائب فاعل فسوف يكون ماذا؟ مضموما بالضمة، مضموما، وفي هذه الحالة يكون الودائع. فإذا لتحقق الوزن فماذا جعلنا الفعل هنا؟ الفعل هنا مبني للمجهول، وهو نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، فلو كان مفعولا به أصبح مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، ونقول ودائع. خلاصة أغراض بناء الفعل المجهول حسب ما تطرقنا إليه فيما سبق، يبنى الفعل المجهول بداية، أول شيء نبني الفعل المجهول عندما تأتينا جملة مبنية للمعلوم ويراد منا أن نجعلها مبنية للمجهول، أول شيء ما أول ما نحدثه في هذه الجملة أن نبني الفعل للمجهول. قرأ قرئ، أكرم أكرم، تغير الكلمة، تغير الفعل للمجهول، ثم ماذا؟ يحذف الفاعل، نحذف الفاعل، لا يبقى الفعل. عندما تكون الجملة مبنية للمجهول، ما معنى مبنية للمجهول؟ مبنية للمفعول، ليست مبنية للماذا؟ للفاعل. ويحل محله من؟ نائب الفاعل. ولماذا؟ لعدة أغراض. هذه الأغراض منها جهل المتكلم بالفاعل، لا نعرف من هو الفاعل، أو الخوف منه أو عليه، كذلك تجنب ماذا؟ عتابه، ذكرنا كلمة عتابه بمعنى لومه، حتى لا يلومه، يلومك فماذا؟ حتى لا يلومك، فلذلك ماذا؟ تتجنب هذا العتاب، فإنك لا تذكر اسم الذي نقل إليك الكلام، أو العلم به، أو العلم به خلق الإنسان من طين، أو عدم تعلق الغرض بذكره، أعلنت نتيجة المسابقة، أو إقامة الوزن كما ذكرناها في البيت السابق. هذه هي الأغراض التي جعلتنا، أو الأسباب التي جعلتنا نجعل الجملة بالكامل بما فيها الفعل والفاعل مبنية للمجهول، ننقلها من كونها مبنية للمعلوم إلى مبنية للمجهول. وطبعا البناء للمجهول نستعمله حتى في حياتنا اليومية، نقول انجرح بمعنى جرح، نقول انكسر بمعنى كسر، فهذا هو البناء. عندما نقول انكسر لا نعرف من هو الفاعل ولا نذكره، انجرح لا يعرف ما سبب الجرح، ومقابلها بالفصحى جرح وكسر. إلى هنا نكون قد تكاملت حلقة اليوم، نأمل أن نلتقي بكم في الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.